نوفمبر غيرت مجرى الحياة وكنت نوفمبر مطلع فجر. بعد قرن وأربع وعشرين عاما لم تنطفئ فيها نيران المقاومة، مقاومة شعب واجه أعتى القوى الاستعمارية، كان نوفمبر. الاثنين الفاتح نوفمبر 54900 الساعة تمام منتصف الليل. المكان بلاد قرر أبناؤها قص جذور المستعمر، فلعلع صوت الرصاص يدوي في جبال الأوراس وجرجرة وكل شبر من أرض الجزائر. ليلة مشهودة سجلها التاريخ بأحرف من ذهب، ليلة أذاق فيها شباب لم يتعد عددهم 1200 شاب المستعمرة خسائر موجعة، فكانت تلك أولى خطوات الثورة المجيدة، ثورة تشبع مفجروها على مبادئ قيم الحركة الوطنية، مقتنعين بأن القضاء على الاستعمار يمر حتما عبر الكفاح المسلح. هي إذن أعظم ثورات التاريخ المعاصر، تاريخ صنعه شعب آمن بالحرية والانعتاق من المستعمر وتحرير هذه الأرض بدماء زكية.